ليبيا الرياضية التي ستكون أيضا ناقلا لمنافسات الدوري. وبهذه المناسبة أدعو رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني للحضور إلى المسرح رفقة ممثلي إدارة قناة الوسط ومدير القناة بتونس معتز قدربو، فليتفضلوا. أما الآن مع كلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني لوضع بعض التفاصيل حول بنود هذا العقد والذي سيكون بين قناة الوسط وكذلك الاتحاد الليبي لكرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أولا أرحب بكل الضيوف. الحقيقة تم الاتفاق النهائي بعد إعداد العقد اليوم بين مستشاري الاتحاد الليبي ومستشاري قناة الوسط. نحن لا نخفي شيء، هناك برنامج سابق بالنسبة للديون السابقة، الحمد لله تم الاتفاق على تسديدها، ثم تسديد 4.5 مليون يبدأ على مراحل. المرحلة الأولى إن شاء الله قبل بداية الدوري، المرحلة الثانية بين الذهاب والإياب، والمرحلة الثالثة عند التتويج. بقية الشروط شروط عادية جدا تضمن حق الاتحاد الليبي الممثل في حق الأندية، وتضمن حق قناة الوسط الممثلة والراعية لنقل كل مباريات الدوري الممتاز. سبق تعاملنا مع هذه القناة في العام الماضي في فترة معينة بالشراكة طبعا مع قناة ليبيا، انتم عارفين قناة ليبيا قناة حكومية، قناة وطنية، قناة كل الليبيين، فهناك شراكة بينهم وهناك تفاهم بينهم في إعطاء الإشارة، ولهم الحق هم بعدين في إعطاء المباريات بحيث توصل كل المباريات الخاصة بالدوري الممتاز على مستوى مراحل لكل مناطق ليبيا سواء شرق أو غرب أو جنوب. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لحضوركم الكريم جميع الشرائح سواء كانوا إعلاميين أو رياضيين قدماء أو حكام أو لجان أو ضيوف بصفة عامة، شكرا لهذا الحضور. إن شاء الله المراسم اليوم تكون طيبة بالنسبة للقرعة. الحقيقة لابد أن أشكر لجنة المسابقات بالكامل والإخوة الشراكة بقناة الوسط على هذا التنظيم الرائع اللي ممكن يحدث لأول مرة أسوة بالدول المجاورة. نعطي الإشارة للسيد مشرف على القرعة في بداية القرعة، بإذن الله كل شيء حيكون في موعده، كل المواعيد حتكون في موعدها سواء بداية المسابقة أو بداية المسابقات الأخرى، وهذا ما اتفق عليه مجلس الإدارة بعد أكثر من اجتماع، والدليل على ذلك إتمام الدور الموسم الماضي اللي تم بنجاح اللي كان مردوده طيب رغم بعض النتائج. إن شاء الله حيكون لنا لقاءات ومؤتمرات صحفية الأيام القادمة لنعطي سواء كرئيس اتحاد أو مدير فني أو مدرب عام أو الطواقم. لابد نحن زي ما عشمنا الجمهور لابد نردوا على الجمهور والشارع الرياضي بكل سلبياتنا وإيجابياتنا. السلبيات اللي تصلح نصلحوها، والأخطاء إذا كانت في أخطاء من سواء من اتحاد كرة هتوضح، وإذا كان في أخطاء من الطاقم الفني أو الطاقم التدريبي هتوضح. إن شاء الله يكون هذا يوم خير، إن شاء الله بداية خير. طبعا عارفين الرياضة وخاصة كرة القدم لما شمل ليبيا، دليل على ذلك وجود كل شرائح الوطن اليوم ومن كل مناطق ليبيا شرق وغرب وجنوب. إن شاء الله ربي بالتوفيق للجميع ولكل فرقنا بالتوفيق والنجاح. نتمنى أن يساعدونا السادة رؤساء الأندية، نتمنى يساعدونا الأندية، يفرحوا الجمهور الرياضي اللي ينتظر في هذه اللحظة. نبتعدوا على ما يكتب في التواصل الاجتماعي، نبتعدوا على ما ينقل ما بين بعض الأشخاص اللي يعتقد على مستوى شخصي يعني يزعل أنهم يبوش لمة ليبيا، لأن يعني كرة القدم هي لمة ليبيا وفرحة ليبيا، والآن الشعب محتاج لكرة قدم مثلهم مثل الدول المجاورة اللي بادية في الأسابيع الأولى والثانية والثالثة. حتكون رزمانة واضحة مرتبة، أنا تكلفت لجنة المسابقات الأمور تكون واضحة من البداية، حتى الجدول لابد ينزل من البداية كامل. عندنا مشاكل في بعض الملاعب لابد توصل للناس كلها خاصة في مدينة طرابلس، ولكن إن شاء الله في فترة قريبة الماضية إن شاء الله يصلح ملعب طرابلس وحنلعب عليه حتى دوليا. اللجان لابد أن نشكرها، لجنة الملاعب قائمة بواجبها، قدمت التقرير الأول، إن شاء الله بكرة حيكون قدامنا التقرير الثاني.